الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام طلاب الصف الثاني الإعداد الأزهري، وكذلك حيا الله تبارك وتعالى من يتابع من غير الدارسين بالأزهر الشريف. ومع مادة السيرة الموضوع الرابع بعنوان إباحة الزينة والطيبات، فلنستمع إلى الآيات أولا. رجينا من الله تبارك وتعالى أن يتحقق فينا ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. في طبعا هنا خطأ مطبعي في قوله تبارك وتعالى يوم بعدها كلمة القيامة، فلنصحح هذا الخطأ إن وجد في كتابنا الخاص. معاني المفردات: الزينة وما يتزين به المرء ويتجمل به من ثياب وغيره، اتخاذها التزين بها، المسجد موضع السجود سواء كان جامع يجمع المسلمين للصلاة أو مسجد، أو سواء أي مكان أنت تسجد فيه لله تبارك وتعالى حتى ولو كان في داخل البيت بتاعه. الإسراف مجاوزة الحد في كل شيء خالصة خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم. نفصل نبين ونوضح. التفسير والبيان: إن القرآن الكريم يأمر بكل فضيلة وقيم وتحضر ونظافة ومروءة، ومن ذلك الأمر بستر العورة واتخاذ الزينة عند كل موضع سجود، وهذا يشمل جميع الصلوات ويدخل مع الصلاة مواطن الخير كلها. ثم وجه القرآن الكريم إلى قاعدة أساسية في الطب وتناول المباحات النافعة، وهي الأكل والشرب من غير إسراف ولا تكثير، فالإسراف مذموم لتجاوز حدود الحاجة والاعتدال، والتكثير مذموم لأنه بخل وشح، وكفى بالبخل داء، والمطلوب هو الاعتدال في المأكل والمشرب من غير تجاوز الحلال إلى الحرام، ولا الحاجة إلى التخمة، ولا التقصير في الإنفاق لأنه مضرة وبخل. ذلك في الحديث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا إسراف أو صرف، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وعن المكدام ابن معد يكرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان فاعلا لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طبعا النبي عليه السلام بيحللنا هنا مشكلة أو داء منتشر خاصة في هذه الأيام، وهي مسألة السمنة الزائدة والكلام ده وزيادة الوزن والكلام ده كله. لو احنا التزمنا بكلام النبي عليه السلام ما وجد هذا الشيء أصلا من البداية. ثم بيان سبحانه وتعالى أنه ليس من الحكمة والخير تحريم الزينة والطيبات من الرزق التي خلقها الله تبارك وتعالى للعباد، وعلمهم كيفية الانتفاع به. لذا أنكر القرآن الكريم على من يحرم الانتفاع بالمباحات زهدا وترفعا، فهذا خطأ، فإن الطيبات من الرزق حلال للناس جميعا في الدنيا وخالصة خاصة للمؤمنين يوم القيامة لا يشاركهم فيها أحد من الكفار، فإن الجنة محرمة على الكافرين. ومثل هذا التفصيل التام والبيان لحكم الزينة والطيبات يبين الله تبارك وتعالى ويوضح الآيات الدالة على كمال الشرع والدين وصدق النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وإتمام الشريعة لقوم يعلمون حكمة الله ويفقهون تشريعه تبارك وتعالى. طبعا تفسير الآيات سهل جدا، مش محتاج يعني نزيد في الكلام. من اللطائف: من السنة أن يأخذ الرجل أحسن هيئة للصلاة. كان الحسن بن علي رضي الله عنه إذا أراد أن يصلي
لبس أحسن الثياب، يلبس أحسن حاجة عنده. وده برضو كان هدي النبي عليه السلام، النبي كان بيخصص أفضل أو أحسن الملابس عنده أو أحسن الثياب ليوم الجمعة وكذلك للعيدين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى. ولذلك يعني فإذا سئل من الذي سئل الحسن بن علي رضي الله عنه قال: كيف لا أتجمل لربي والله جميل يحب الجمال. يبقى أنت لما تكون ذاهب كده للصلاة تلبس أجمل الملابس عندك وتضع الطيب وتذهب كده، يعني ما نكونش زي اللي بيذهب إلى الصلاة ممكن بملابس النوم أو بملابس العمل والكلام ده، لا، نحاول نخصص ملابس كده معينة جميلة وللصلاة للوقوف بين يدي الله عز وجل. جمع الله تبارك وتعالى الطب في نصف آية في قوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأن الطب نوعان: طب وقاية من المرض قبل أن ينزل، وطب علاج للمرض بعد أن ينزل. ولذلك يعني بيقولوا الوقاية خير من العلاج. يبقى الطب عندنا نوعين، في طب وقاية وفي طب علاج، اللي هو العلاج اللي بتاخده إيه اللي بيصفه الطبيب. طب وقاية إنك أنت بتقي نفسك من الأسباب التي تؤدي إلى المرض، وفي طب علاج العلاج اللي بتاخده بعد ما يكون وقع المرض ايه بالفعل. وخير الطب هو طب الوقاية، وهذه الآية اشتملت عليه، لأن تخفيف الأكل والشرب يستوجب صحة الايه البدن. الاستفهام في قوله تبارك وتعالى: من حرم زينة الله، للإنكار والتوبيخ لهؤلاء المشركين الذين يحرمون بآرائهم وابتداعهم. الدروس المستفادة: أولا وجوب ستر العورة ومشروعية لباس الرفيع من الثياب والتجمل بها. رقم 2 إباحة المأكل أو المآكل والمشارب وطيبات الرزق من غير تكثير ولا إسراف ولا بخل ولا ترف. ثالثا الإسراف بكثرة الأكل والشرب ممنوع شرعا. رابعا تجديد النكير على من حرم ما لم يحرمه الله عز وجل. خامسا الأصل في المطاعم والمشارب والملابس وأنواع التجملات الإباحة من غير إسراف. سادسا الزينة والطيبات من الرزق في دار الدنيا يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، وفي الآخرة تكون خالصة للمؤمنين. ده بقى تمييز للمؤمنين في الآخرة، إن كل متاع الدنيا سيكون خاص أو متاع الآخرة سيكون خاص لمن؟ للمؤمنين، محدش هيشاركهم فيه، لا يشاركهم فيها أحد من الكفار، فإن الجنة محرمة على الكافرين. نحل الأسئلة بتاعتنا بتاعت الدرس، وأسئلة سهلة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا والحمد لله رب العالمين.